لقى وأضاءني الدنيا طريقا مشرقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع رايا وسلام. أهلا ومرحبا بكم في مسابقة رمضان لهذا العام وهي بعنوان قصة وآية، واليوم مع حلقة 13 وسورة هود وقصة سيدنا صالح عليه السلام. من هو سيدنا صالح؟ سيدنا صالح عليه السلام هو أحد أنبياء الله من العرب الذين اختارهم لينصحوا الناس ويدعوهم لعبادة الله. وأنبياء الله من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. ومن هم قوم صالح؟ صالح وهل آمنوا به؟ أرسل الله رسوله صالح إلى قومه ثمود، وكانت قبيلة ثمود تعبد الأصنام ويظلم بعضها بعضا، ويعتدي المستكبرون والأغنياء على المستضعفين والفقراء. وكان نبي الله صالح رجلا صالحا وقورا صادقا كسائر الأنبياء والرسل. أمرهم بطاعة الله وترك عبادة الأصنام، كما أمرهم بالعدل والصدق والإنصاف، ولكنهم استكبروا عليه ولم يطيعوه واستمروا في طغيانهم وكفرهم. وهل أرسل الله لقوم ثمود معجزة ليؤمنوا؟ لقد طلبوا من نبيهم صالح أن يأتيهم بأية معجزة من عند ربه يؤمنوا به ويصدقوه، فدعا صالح ربه واستجاب الله دعوته وأرسل إليهم ناقة عظيمة. وقال لهم صالح: هذه ناقة الله أرسلها إليكم آية كما طلبتم، لها شرب يوم معلوم ولكم شرب يوم معلوم آخر. فقد آمن قوم ثمود بعد أن أرسل الله لهم هذه الناقة العظيمة التي خلقها لهم من الصخر. بظهور هذه الناقة المعجزة آمن بعض قومه من الفقراء والعقلاء، وظل الكبراء في عميانهم وطغيانهم وفسقهم يسخرون من صالح. ومن الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا ما أنزل الله عليه، وخشي نبي الله صالح على الناقة فحذرهم من أن يمسوها بسوء. وهل فعلا قتل قوم ثمود الناقة المعجزة؟ نعم للأسف، أبى الكفار إلا عنادا وكفرا، فتآمر فريق منهم على قتل الناقة. وعندها قال لهم نبي الله صالح: تمتعوا بدياركم 3 أيام ثم يكون هلاككم وموتكم. وبعد انقضاء الأيام الثلاثة نزلت بهم الصواعق والزلازل فأهلكتهم، ودمرت بيوتهم التي نحتوها في الجبال وقصورهم التي عمروها في السهول، ونجى الله سيدنا صالح والمؤمنين. والآن ماذا نتعلم من قصة اليوم؟ نتعلم من قصة سيدنا صالح عبادة الله وحده وطاعة كل أوامره، عدم المشاركة أو تأييد الفعل الخطأ. فمن قتل الناقة شخص واحد، لكن من أصابه العذاب والهلاك كل من شارك وخطط وأيد ووافق على قتل الناقة. عدم إيذاء الحيوانات. وسؤال حلقة اليوم هو: وردت قصة سيدنا صالح في سورة هود، اذكر أرقام الآيات. إلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله، مع السلامة. فتمسكي بعواه كي لا نغرقا.